شكرا، ولا احزنكم الله، انا لست فقط وزير العدل، انا كذلك عمده مدينه تردنت هذه التي في محافظتها تاثرت كثيرا بالزلزال، لانه الزلزال وقع قرب الجبل، فهناك الجانب الغربي كان مراكش والحوز، والجانب الشرقي هي تردنت، وهناك مداشر ودواوير اختفت نهائيا، يعني وقع دمرت نهائيا من حيث وجودها. بالنسبه للمساعد للتدخل، هناك تدخل للجيش، تدخل للدرك الملكي، تدخل للمجتمع المدني، ثم تدخل للسلطات العموميه وللوسائل، جميع الوسائل ما فيها الجويه والطرقات كلها تتدخل للانقاذ وتقديم العلاج. الجيش مثلا وضع مستشفيات ميدانيه وطائرة الهليكوبتر، لأن بعض المناطق سقط الجبال على الطريق، لم يعد إمكاني أن نمر على الطريق العادي، سقط أطراف من الحجارة الكبرى على الطريق تمنع، ثم الوادي مما يمنعنا من المرور، نضطر أن نمر إما بالأرجل إما بواسطة الدواب أو بواسطة الهليكوبتر، واستعملنا جميع الوسائل لنفتح الطريق أولا حتى نتمكن من الوصول إلى الجرحى والوصول إلى الجثث الأموات. نعم. وقد بلغنا اليوم عدد كبير جدا، بين الامس واليوم عدد كبير جدا من الاموات،